السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تحميل لعبه كول اوف ديوتي النسخه الرسميه، كول اوف ديوتي موبايل النسخه الرسميه واخر اصدار برابط ميديا فاير. طبعا اللعبه نزلت قبل يومين، فانا الحين جايب لكم اللعبه برابط ميديا فاير يا شباب، ميديا فاير رابط مباشر. فطبعا الملف يحتوي على اي بي كي، يعني اللعبه اي بي كي واو بي بي. فطبعا طريقه التحميل جدا سهل، كل ما عليك انك تدخل على الرابط اسفل الفيديو في الوصف. بعد ما تدخل على الرابط بيوديك لصفحات اعلانيه، تتخطى الاعلانات فبيفتح لك موقع ميديا فاير. ناس بتشوفون موقع ميديا فاير، تضغط على المستطيل الاخضر داونلود فيبدا تحميل اللعبه مباشره في جهازك. اذا تحب تحمل اللعبه من جوجل بلاي ايضا بتحصل رابط تحميل اللعبه من جوجل بلاي. ناس بتشوفون هذا هو اللعبه، نفس يعني هو هذا هو اللعبه المرفوعه على ميديا فاير، اللعبه من جوجل بلاي اخر اصدار اوكي. الحين طريقة تثبيت، إذا حملتها من ميديا فاير بشرح لك كيف تثبت، أنا ما حملها من ميديا فاير. فطريقة التثبيت جدا سهل، كل ما عليك أنك تفتح برنامج زد أرشيف، برنامج فك الضغط، لأن اللعبة مضغوطة فلازم تفك الضغط حتى تثبت اللعبة. فإذا ما عندك برنامج زد أرشيف أيضا بتحصل رابط التحميل في الوصف، أوكي؟ حمله من رابط أسفل الفيديو. بعد تحميل برنامج فك الضغط تفتح برنامج فك الضغط زد أرشيف، أوكي؟ الحين تروح لمسار الملف اللي حملته، طبعا بتحصله في ملف داونلود. ناس بتشوف ملف داونلود، اوكي. تفتح ملف داونلود بتحصل اللعبه. هذا احذفها، هذا الملف يعني ما نحتاجه. الملف اللي انت تحمله بهذا الشكل، ناس بتشوف كول اوف ديوتي ملف مضغوط، اوكي. الحين اضغط عليه اضغط عليه ضغطه. بعد ما تضغط عليه ضغطه، ناس بتشوفون اضغط على عرض، ناس بتشوفون عرض، اوكي، اول خيار، اوكي. الحين اول شيء نثبت الاي بي كي، بعدين نثبت الاو بي بي. الحين اضغط على الاي بي كي ضغطه، اضغط على فتح، ناس بتشوفون فتح. الحين بيطلب منك الكود، ناس ما تشوفون بيطلب منك الباسورد، اوكي، الباسورد، اوكي. يقول لك اني حتى تفك الضغط او تستخرج الملف لازم تحط الباسورد. تكتب الباسورد، ناس ما تشوفون الحين بوريكم شو تكتب. اكتب تي ار او اكس، اوكي. ناس ما تشوفون هذا هو الباسورد، اوكي، تي ار او اكس، اوكي. بعد ما تكتب الباسورد اضغط على حسنا، اوكي. الحين يبدا يعني يفك لك الضغط، يستخرج يعني الحين ناس ما تشوفون بيفتح لك التثبيت اي بي كي. الحين اضغط على التثبيت، اوكي، تثبيت. الحين يبدا يثبت لك اللعبه اللي بي كي، ننتظر لما يكتمل. الحين الناس بتشوفون اضغط على التم، اوكي. الحين لازم تنقل الاو بي بي، اوكي. اضغط على الاو بي بي ضغطه مطوله، اوكي. اضغط على النسخ، الناس بتشوفون نسخ. بعد ما تنسخ الملف الاو بي بي، الحين اضغط هنا، اضغط حتى ترجع لورا، اضغط هنا، اوكي. الحين روح لملف اندرويد، الناس بتشوفون اندرويد، هذا الاندرويد، ملف اندرويد. الحين روح لملف او بي بي، اوكي. اضغط عليه، اضغط على هذا الزر، ناس بيشوفون هذا الزر، اضغط على الزر الاخضر حتى يستخرج الملف في هذا المسار. اضغط عليه فحط كلمه السر، نفس الكلمه السر تي ار او اكس، ناس ما تشوفون نفس الكلمه السر اللي كتبنا تي اكس تي ار او اكس، اوكي. اضغط على حسنا ويبدا الحين يستخرج لك الاو بي بي في هذا المسار، ننتظر لين ما يكتمل. فخلاص كذا انت مبروك عليك، اللعبة تشتغل بدون مشاكل. الحين روح لسطح المكتب بتحصل اللعبة مثبتة في جهازك. ناس بنشوفون هذا هو اللعبة. الحين ناس بنشوفون الحين نبدأ اللعبة حتى نشوفكم داخل اللعبة. نفتح اللعبة، اللعبة بتشتغل بدون اي مشاكل. الحين اضغط على موافق هنا، اضغط على السماح، سماح. شيء خرافي يا شباب، اللعبة شغالة بدون اي مشكلة، برابط ميديا فاير يا شباب. الحين يقول لك هني شروط الاستخدام قبول، اوكي. اضغط على قبول، اضغط على هذا الزر حتى تضيف اسمك، نسجل دخول. ناس تبغون اكتب اسمك هني، اضغط على موافق. الحين اضغط على موافق،
حين يبدأ لديهم حين يبدأ اللعبة. الناس يشوفون حضغط على المتابعة. اوكي الناس يشوفون يني يعلمك معلومات. الناس يشوفون بدأنا اللعبة. يعني يعلمك يعني شو تسوي شو لازم تسوي اشياء كثيره. بس يعني تطبيق جدا خرافي، لعبه جدا يعني رهيب، جرافيك عالي وكل شيء يبدو رهيب في اللعبه. ناس ما تشوفون اللعبه شغاله بدون اي مشاكل. فبس هذا هو النسخه الرسميه والنسخه اخر اصدار للعبه كول اوف ديوتي موبايل. فبس اذا عجبكم المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. مع السلامه. بس مع السلامة، هذا هو اللعبة. مع السلامة.